الناس كده بقى بتشيل قنابل كده وتخ ايه ده؟ الجهاز كهرب، واحد مات. الجهاز ايه ده؟ ولا انت تعمل ايه؟ انت تعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ الو يا مجنون، انت شايل القنبله وداخل بقى المحل. السلام عليكم، ازيكم الشباب؟ وزي ما انتم شايفين انا راكب السكوتر بتاعي، ودلوقتي انا متوجه الى المحل بتاعي علشان خاطر احنا النهاردة يا شباب هنفتح المقهى الالعاب بتاعنا الجديد، ابو السايبر بمعنى اصح يا شباب. طبعا دي المدينة الجميلة اللي احنا هنعيش فيها النهاردة. اللعبة دي يا شباب لعبة محاكي مقهى الالعاب الجديدة. ان شاء الله يا شباب اللعبة دي هتعجبكم، اللعبة دي لسه نازلة طازة، واللعبة دي كمان موجودة للموبايل، يعني يا شباب تقدروا تخشوا كمان تحملوها. ولكن يا شباب كل اللي انا عاوزكم منكم ان انتوا تعملوه ان انتوا ترزعوا لايك حالا لعبد مندو، وتخليك كوماندو وتنزل تشترك حالا في القناة. ويلا بينا يا شباب نفتح السايبر الجميل بتاعنا، هنسميه بقى سايبر مندو من تاني. طبعا يا شباب احنا لعبنا قبل كده محاكي مقهى العاب كتير، ولكن يا شباب المره دي اللعبه مختلفه، لعبه جميله جدا شكلها كده لذيذه ويفتح النفس كده يا رجاله. ويلا بينا كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نخش نجربها ونقول يا رب يا ساتر. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حاجه؟ جايين يحضروا الافتتاح يا ابا. عامل ايه يابا؟ انا صغير يابا، انا افتح سايبر ولا ايه يابا؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاسب بقى كده مين الراجل ابو شعر ده؟ انا والله فكرت امي ده. ما علينا يعني يا شباب، ده ايه ده؟ ده بقى بيقول لي افتح مش عارف ايه، ده توتوريال ماشي. ما علينا يا شباب، اول حاجه هنستخدم الشنطه بالبي وهندوس على المقص. الادوات يا شباب، هنفتح المحل. يلا يا شباب كده كله ايده بقى في ايديا كده عشان ايه نقطع الشريطه الحمر ديت. اتفرجوا يا جدعان، اتفرجوا يا جيران، اتفرجوا يا اهل الحاره، عبدو مندو هيفتح سايبر يا اخوانا. هوبا افتح يا معلم كده السايبر ونقول بسم الله يا رب يا هادي. حاسب بقى كده، عايز ايه يا حاج؟ عايز ايه؟ المقشه؟ ده انت جاي تعلمني بقى. اوكي يا حاج، اوكي حاضر يا حاج، هطلع المقشه. هو مش ده افتتاح؟ يعني المفروض كل حاجه جاهزه، يعني المحل نضيف وفيه اجهزه. هو ده المحل يا رب يا ساتر، ده احنا لسه مش بنقول افتتاح، ده احنا لسه ما مضيناش عقد الايجار حتى. ماشي، دلوقتي يا شباب هنخش الشباب نبتدي في المحل بتاعنا، وهنعمل اول تجميع علينا. ده بيقول لي مش عارف ايه، استخدم موقع توكو علشان خاطر تشتري منه اجهزه. زي امازون كده يعني. ماشي اوكي، تعال يا شباب ايه نستخدم الموقع بتاعنا الجميل اهو. هنفتح توكو وهنشتري اول شاشه. اول شاشه ب 128 دولار، احنا معانا 1000 دولار، حلو قوي. ده الكيسه، هنشتري كيسه يا شباب. بنعمل اول تجميعه تعبانه علشان نحولها بعد كده للتجميعه الخارقه الذهبيه. اوكي بعد كده هنجيب الكيبورد، بعد كده نشتري الكيبورد. اوكي بعد كده ايه؟ بعد كده ايه؟ الماوس. بعد الماوس ايه؟ بعد الماوس ايه؟ كرسي الجيمنج. ده كرسي حمام يا جدعان. جايبين لي كرسي حمام، حول الله يا رب. طب ايه الترابيزه ديت؟ ايه الترابيزه ديت يا جدعان؟ دي الترابيزه اللي كانت في ورشه جدي كانت احسن منها، حول الله يا رب. ده ايه الفضيحه ديت يا جدعان؟ طفي يا عم، طفي الكمبيوتر ده يا عم. ايه ده؟ دي الادوات اللي معانا. مين انت شغال معايا؟ مش هقبضك، احنا معناش ناكل يا ابني عشان تقبض يا ابني. انا مش معايا اجيب اي لقمه كلها حتى. ايه ده بيلعب بوكس؟ استنى كده خد بوكس. مش راضي. ايه ده؟ انت عامل التوصيل. ازيك يا عم عامل التوصيل؟ بقول لك ايه، فين حاجتي يابا؟ الو حاجتي جت فين؟ حاجتي ما جتش. ده انا ببعته يروح يشتريها. استنوا كده شباب نروح نشتريها. استنى ايه ده؟ وانت دخلت تشتريها من هنا انت يابا؟ انت ايه دخلت تجيبها من هنا ولا ايه؟ الو فين الحاجه يا عم؟ امتى؟ الحاجه تحت هتيجي هنا. بيقول لي خد كل حاجتك. اوكي فين بقى الحاجه؟ الحاجه كده ما جاتش ولا جت في المحل ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه هنا، ازاي ترص حاجتك؟ اوكي يا جدعان انتوا، انا مش محتاج التعليم ده يا جدعان، الحاجات دي قديمه يا عم. انت فين حاجتي يا عم؟ فين حاجتي يابا؟ يابا لا، مش كل ما العب لعبه واجي اطلب حاجه ينصبوا عليا. بقول لكم ايه، فين حاجتي؟ انا مش لاقي حاجتي بجد يا شباب. هو الظاهر كده يا شباب، ثواني. حاجتي موجوده في قائمه الادوات. اوكي طيب انا هنبنيها ازاي بقى؟ ماشي، هندوس مثلا على اي واحده فيهم كده. هات مثلا الترابيزه دي نحطها هنا، وهات الشاشه دي هنا، وهات الكيسه دي هنا، وهات الكيبورد، وهات الماوس، وهات الكرسي. حلو قوي، ندوس بقى ايه، نقفل هنا كده. حلو قوي. طيب نحط اول جهاز لينا فين؟ نحطه في المكان هذا. استنى بس هات الترابيزه دي كده. ايوه حط الترابيزه دي هنا كده اهو. لا ثواني، دي بتلف يا جدعان. طب هحطها ازاي دلوقتي؟ الو ثواني. لا ايوه
ايوه ادوس بقى ايه. ايوه والله اسطوره يا عبد المنعم، انت مش محتاج تعليم. حط الشاشه هنا حلو، هات الشاشه ايه يمين شويه. ليه بقى يا عم؟ لا ما تلفيش، حط الشاشه هنا. بعد ما نحط الشاشه هنا هنجيب الكيسه ونحطها هنا، وبعد كده يا شباب نجيب الكيبورد ده كيبورد حلو قوي. حط الكيبورد هنا، وهنحط الماوس هنا، وهنحط الكرسي هنا. وبكده يا شباب اتممت اول تجميعه ليا في المحل ده. زبونه زبونه، اول زبونه في حياتي. الله، استنى انت عايز ايه بقى؟ هو علينا عندنا العاب ولا ايه؟ هنفتح لها وقت. اوكي نقعد على الجهاز عشان نفتح لها وقت. ماشي، اول حاجه نفتح لها ايه، ربع ساعه. ربع ساعه بكام؟ انا ما خدتش بالي، بس تقريبا يعني $5 تقريبا ولا حاجه كده. ورينا بقى بتلعب ايه. او ماي جاد، دي بتلعب روبلوكس. انت عندك روبلوكس يا ولية على الجهاز بتاعي؟ والله انا بعرف ان هو اصلا هيشغل روبلوكس. الله الله، مش ممكن دلوقتي ده الوقت بيعدي. طبعا يا شباب عمال يعلمنا، فيا ريت تتعلموا معايا علشان خاطر ايه اللي هيجرب اللعبه دي تدعي لي بعد كده. ده الحساب اهو، اخدت منها فلوس. انا معايا كام؟ انا مش عارف والله، بس حلو انا بدات استمتع. انا كعبد ممدو انا بقيت مبسوط. تعالوا كده بقى يا شباب ناخد جوله كده في المدينه. في مطعم هنا ما ينفعش اخشه. ايه النجوم دي؟ ايه النجوم دي اللي طالعه لي ديت؟ حاج حاج حاج، في نجوم طالعه منك يا حاج. قبل النجوم يا حاج. الو يا حاج، بيقول لي ايه بقى؟ ايه ده؟ انفجار المحل بتاعي باظ. المحل بتاعي انا فقر، انا عارف. ما تقوليش ايه المفجر ده، ده المحل بتاعي انا فقر طول عمري. ما تقلقش يا حاج، انا عارف، انا مطمن. يلا الحمد لله. ايه ده؟ كسبنا جايزه، كسبنا سرير وفلوس. طب السرير هننام عليه والفلوس هنشتري بيها بضاعه يعني، ولا هنعمل بيها ايه؟ طب اروح فين دلوقتي؟ في شحات هنا. الو ازيك يا حاج؟ انت ساحر انت ولا انت ايه بالظبط؟ ايش انت؟ الو يا مدام حاجه، خدني جنبك يا حاج، خدني جنبك يا حاج، ساعدوني ساعدوني. احنا اتنين، ابو عايز يفتح فرن عيش وانا عاوز افتح السايبر بتاعي. تعالوا يا جدعان نروح السوبر ماركت. السوبر ماركت، شفت بقى شباب اتعودنا على السوبر ماركت، هذا الفضايح. دلوقتي شباب نروح المحل بتاعنا. صندوق البريد ده ما فيهوش اي حاجه. انا تهت، انا تهت. لا انا مش محلي، لا انا مش محل قطط. يا ابله يا ابله، فين المحل بتاعي؟ اخوانا محدش شاف سوبر، برضه سوبر ماركت اهو سايبر، محدش شاف سايبر يا اخوانا. طب نعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده، في زبونه قاعده. والله كفو والله كفو، استنى افتح لك وقت. استني ازاي بقى الوقت بيتفتح؟ ايوه اوردر. اوكي عايز تقعد ربع ساعه. ادي يا اختي عادي، انبسطي. تلعب ايه المره دي؟ لعبه ما اعرفهاش، اللي يعرفها يكتبها لي تحت في الكومنتات، واللي جرب اللعبه دي يكتبها تحت في الكومنتات ويرزع لايك. ها يرزع لايك، يعمل لايك، يعمل لايك. يلا قرب قرب. بقول لك انت فاتحين ايه هنا؟ ما انت مستشفى؟ انا تعبان انا تعبان. وات ستور ذس؟ نو نو نو، قول له نو، قول له نو، قول له نو. لا احسن ياخد مننا فلوس. ده محل اسلحه ده ولا محل ايه ده؟ انت بتبيع كشافات وادوات؟ انا شايف بنادق. لا دي عصيان. بقول لك ايه يابا، انت عندك مقشه ومقص؟ انا معايا كل الحاجات دي يابا. انت هتهزر، ده محل ايه ده؟ ده اللي ده محل اللي بطلب منه الحاجه مثلا ساعه البريد. ايه ده؟ فلوس. ده مؤاخذه 52. واو، زبون 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 زبون. قربت اوصل لليفل واحد. الله، ولا ليفل اتنين بقى. ماشي، ده الجهاز فاضي. ده الفي ار، ده الكمبيوتر، ده الموبايل. ماشي، ايه بقى نستكشف شويه بقى. ده الريتنج بتاعنا حلو وجميل. ايه بقى بيعملوا ايه هنا؟ ماشي ما علينا يعني يا شباب، وكل حاجه بقت مفهومه اهي تقريبا يعني. انترنت سيرفيس. استنى، في واحده قاعده بتاع الجهاز عايزه تفتح. اوكي نفتح لها يا شباب وقت. اوكي عايزه تقعد 2 hours. او ماي جاد، هتقعد ساعتين يا شباب. حلو قوي ده، عايزك تبقى مبسوط يا واد صغير. ده عيل صغير يا جدعان ده، ولا واحده ست ده، ولا ايه ده بيلعب؟ ايه ده كروس فاير دي ولا ايه دي؟ ايه عصيان ومقشات؟ انت عمال تالف في الالعاب مفيش حاجه عاجباك. جهاز هنا يا شباب اتكتب عليه جهاز رقم واحد. حلو ده، ايه الماوس الذهبي ده؟ والله شكله شيك جدا يا جدعان. ايه الليزر اللي بيطلع ده؟ والله يا جدعان لعبه حلوه يا جدعان وجميله. استنى بقى ندوس حرف الان، هيدينا كتاب تعليم. اوكي 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 اوكي. طبعا الشباب كل ده ما يلزمناش، احنا مش محتاجين نتعلم اي حاجه، احنا الهيلث بتاعنا 100%، فاحنا مش محتاجين نروح اي مستشفى. ده طبعا توسعات اكيد، انا متاكد. ده ممكن نوسع المحلات اللي جنبنا. شفتوا
شفت يا شباب، يعني احنا اخرنا اصلا ممكن نوسع المحل كبير جدا ونفتح دورين كمان. والله كفو يا جدعان، ده ايه اللعبة الاسطورية ديت؟ اللي عايزنا يا شباب نكمل في اللعبة ديت يدعمني طبعا باللايك الجميل عشان خاطر ننزلها لكم تاني. اللعبة اسطورية 100%. العب يا باشا العب وعد فلوس. تعالى يا شباب بقى نشتري الجهاز التاني. طبعا احنا مستعجلين عايزين نجيب فلوسات. ايه فلوسات ديت؟ فلوس قصدي. اوكي هنجيب ترابيزة ونجيب كيسة طبعا، ايه ده، ونجيب شاشة. هو لو انا عدتها مش هتيجي. ونجيب كيبورد ونجيب ماوس، يلا. ونجيب كرسي حقير ونجيب اوكي باي. لازم اعمل باي، لازم اعمل. انا معايا كام؟ 17000. اوكي. ايه ده يا شباب، انا اشتريت الحاجة كلها ولا انا؟ استنى بس عشان ابقى فاهم، استنوا يا شباب عشان ابقى فاهم، استنوا اروح لساعة البريد اساله اقول له انا اشتريت ايه بالظبط. ساعة بريد من كل ده، الترابيزه بس. حلو، سيب الترابيزه عندك يا ساعة بريد، حلو خليها عندك في الامانات، انا واثق فيك. فاحنا نعمل ايه بقى يا شباب؟ كده احنا اتعلمنا اهو. بصوا هنعمل، هنخش على موقع توكو ده وهنعمل باي. اوكي وهنعمل الكيسه ديت باي، يعني شراء. صح، باي يعني شراء، ولا يعني باي باي؟ يعني باي باي تقريبا. انا معايا فلوس كتير قوي على فكره يا شباب، انا واخد جايزه فلوس من اللعبه قيمه جدا. انا كنت بادئ ب 1000 دولار، ببص لقيت معايا 17000 دولار، يعني تقريبا كده انا ختمت اللعبه من قبل ما تبتدي اصلا. طب والله كويس. هات يا عم انت الحاجه بتاعتي، اعمل تيك اول، وبعد كده يا شباب اروح المحل بتاعي. ايوه كده اهو، بعد كده دوس بي، بعد كده يا شباب ده في سرير كمان. الله، سرير. طب السرير ده يا شباب ايه ده؟ الحاجه ما نزلتش ليه؟ الحاجة ما نزلتش ليه يا شباب؟ لازم احطها هنا. اوكي هات الماوس وهات ده. سيب الكرسي الحمام هنا بس. السرير ده بقى يا شباب هحطه في المحل، معقولة؟ يعني مثلا لو حطيته هنا هبايت في انا هبايت في المحل يا رجالة، شكلنا كده يا رجالة هننام في الشارع. ماشي، في واحد قاعد عايز يفتح وقت. اوكي لازم يا شباب نهتم جدا بالزباين عشان خاطر هم الاساس، هم اللي جابوا لنا فلوس. طيب نحط الجهاز رقم 2 جنبيه هنا، ولا نخليه مثلا هنا. حلو صح، نلفه بس كده اللفه القايمه بتاعته. ايوه حلو قوي كده. تعالى بس ابعد عنه شويه ما تلزقش فيه عشان ايه، ما حدش يرخم على الزباين. نبتدي بالشاشه علشان نعرف يا شباب احنا عملنا ايه وما عملناش ايه. نحط الكيبورد، بعد كده يا رجاله نحط الماوس، نحط الماوس هنا مثلا، بعد كده نحط الكيسه. ايه ده؟ لا على الغباء. شفتوا يا شباب الغباوه؟ شفتوا الغباوه بتاعت عبده مندو؟ والله عيب. ماشي احنا ناخد ايه البتاع دي، نحطها هنا زي ما هي كانت كده. طبعا يا شباب انا لسه ما تعودتش على اللعبه، بس يا شباب لسه بس ايه ما تعودتش على اللعبه، واحده هتلاقوني بقيت ايه اسطوره فيها. بص انا كده بدات اتعود اهو، خلاص اتعلمت من غلطي وبدات ايه اتعود. خلاص كده شكرا، بقى عندنا جهاز ولكن ناقص له الكرسي. هنجيب الكرسي دوت كده يا شباب ونقوم رازعينه هنا. بقى جهاز رقم 2، حلو قوي. ممكن بقى يا شباب يجي لنا زبونين مش زبون واحد. انت الدنيا عندك تمام؟ فتحت لك وقت انا صح؟ عشان انا بنسى بس. طيب عملت لايك؟ بقول لك ايه، اسم القناه اسمها عبدو ماندو. اخش واعمل لايك. ها السرير ده بقى ايه، ممكن انام؟ لا ثواني، انا شلته ليه يا جدعان؟ بقول لكم لسه نوب. بيقول لي دوس اف عشان تنام. يو كام تو سليب هير. طب انام فين؟ بيقول لي ما ينفعش تنام هنا. طب فين بيتي؟ انام فين؟ ما انا ما اعرفش. انام فين؟ انا في الشارع. انام فين يا اخوانا؟ بقول لكم ايه، استنى في زبون جه. ايوه هيقعد على الجهاز ده، استنى يا شباب افتح له بس ايه وقت. اوكي فتحت له الوقت. ثواني يا رجاله، خلي بالكم من المحل، اروح اطمن على حاجه كده. انا لما مشيت في المدينه وقابلت جده العجوز، قابلته في اخر الشارع دوت تقريبا صح؟ قال لي بيتك هنا؟ ثواني كده يا شباب، هو ده بيتي. انا عندي بيت وانا ما اعرفش ده بيتي. الله الله، مش تقولوا لي يا اخواننا في الكومنتات. لا، انا لازم اقرا كل الكومنتات بتاعتكم علشان خاطر اتعلم منكم. هتقولوا لي ايه ده محل القطط، يبقى احنا السوبر ماركت برضو، يبقى احنا ايه محل اكس او ده مش تبعنا ده. السلام عليكم يا جدعان، المدينه مليانه سوبر ماركتات ومحلات وكافيهات وبتاع، الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين. خلاص هات السرير ده. السرير ده معايا خلاص، الجهاز هنا تمام. بقول لك اروح هات السرير واجي لك، اوعى تهرب. ها ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك. بقول لك الراجل ده حرامي. انا فاكره الراجل ده كان في لعبه قبل كده وكان بيجي بيسرقني. استنى، ايوه كان في بردك، في محاكي مقهى السوبر ماركت، ولا محاكي مقهى
الالعاب، ما اعرفش ليه السوبر ماركت دي معلقه في لساني. بقول لك ايه، تعالى كده شباب نراقبه من بعيد لحسن يكون عاوز يخش يقلبني، ولكن في زبون في المحل فانا مطمن. تعالى شباب نروح المنزل القايم بتاعنا. او ماي جاد، ده احنا عندنا منزل اكبر من من البتاع نفسه. ايوه حط السرير هنا. بص بقى، ممكن يا عم انت بقى يا عم انت ممكن تترزق وتنام هنا. انا بقيت اتلخبط كتير ليه يا جدعان؟ حط ده كده، نام هنا. حلو، انا نمت وسبت السوبر ماركت مفتوح. انا متاكد الشباب هروح الاقي اتسرق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ابوس رجلك وما تسرقوش، ابوس رجلك وما تسرقوش، محدش يسرقني، انا لسه على باب الله، انا لسه فاتح يا جدعان، وبتوه في المدينه من اولها. اتسرقت طبعا، الحرامي ماشي بره. ده في زباين وواحد قام حاسب. هات هات هات، حلو اقعد هنا. حلو، افتح وقت افتح وقت. حلو قوي، الدنيا بدات تشتغل اهو. نجيب الجهاز التالت يا معلم، يلا بينا يا شباب. ولا بلاش نجيب الجهاز التالت، اقوى يعني يا شباب نصبر ونجيب الجهاز التالت يكون احدث، يعني نوصل لليفل 5 ونجيب الجهاز بتاع ليفل 5، ولا انتوا شايفين ايه؟ يعني انا بقول نصبر ولا لا. طبعا انا مش هصبر، انا مجنون اجهزه ومجنون العاب، فانا هشتري على طول يا شباب تجميعه جديده زي ما انتم شايفين، عشان خاطر ايه؟ انا عاوز اكبر بسرعه، انا ما عنديش صبر في الحاجات دي، انا ما عنديش انا عاوز اكبر بسرعه، انا عايز انجح. يلا يلا، عن ما حد حوش. يلا يا شباب نقول للراجل ده هاتك اول، وشكرا ليك يا حبيبي يا حاج عجه. ابشر حرام، يلا ابشر، عايزين نشتري شو ما يا رجاله، نضرب بقى الحراميه اللي هتيجي تسرقنا. يا شباب اللعبه ديت ملهاش امان. طب هو ما ينفعش الم الحاجات دي كده كلها؟ استنوا كده يا شباب، اكيد في زرار ممكن ندوس عليه يجي. ايوه حلو قوي، اتعلمت حاجه جديده اهوت بالكنترول. ماشي، نحط الجهاز ده هنا في وسطيهم زي ما انا كان نفسي. ايوه انا موطي ليه؟ ايوه هات بقى الشاشه، حط الشاشه دي، وحط الكيسه دي، وحط الكيبورد ده، وحط الماوس ده، وحط الكرسي ده، وبقى عندي جهاز تالت، وبقى عندي جهاز تالت. الناس دي انا فتحت لها وقت صح؟ وريني كده. الجهاز ده الناس دي انا فتح لها الوقت بتاعها، تمام. في عندي جهاز فاضي ما شاء الله، محل كبر وبقى جميل. الله الحرام، يلا طبعا يا شباب انا هجهز الشومه بتاعتي، خليها في ايدي على طول. ايوه هي دي الشومه، تعالى كده نجربها على الراجل ده. خد يا زنفي، استنى، خد يا زنفي، خد يا زنفي، خد خد، مش عايز الضرب، مش عايز الضرب، خد انت، مش عايزين الضرب، وماشي مش مشكله، احسن برضه يا شباب. ماشي دلوقتي يا شباب كل حاجه فل سمباتيك. تعال نشوف انا معايا كام فلوس. انا معايا 17000 تاني، ده الفلوس بتزيد يا شباب الحمد لله. يعني انا من رغم اشتريت اجهزه واشتريت حاجات بس الفلوس بتزيد. ايه بقى الالعاب ديت؟ دي ايه ده؟ ده لعبه مش عارف ايه كده. لا 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 بلاش نجربها. ده ايه ده؟ ده دي علامات ومش عارف ايه، ب 7500 كوفي ساين جلوب ساين مش عارف ايه. تعالوا كده يا شباب، ده من بره الشكل العام ده يا شباب، وريني ده. ده العلامه بتاعت الكافيه، علامه المكان. حلوه قوي دي، حلوه قوي دي، حلوه. نشتري الدراع دوت يا شباب. الله ده في تاني، في واي فاي، وفي البطه، البطه ام عشب. احنا نشتريها يا شباب، البطه ام عشب، بس مش دلوقتي. وممكن نغير الاسم، ثواني كده يا شباب، نسميه عبدو ماندو. ايوه يا شباب تشينج، ايوه انا هغير اسم المكان لعبدو ماندو. الله فلوس، تري تري تي تي. ماشي تعالوا بقى يا شباب نفتح وقت، ده في كاميرات كمان وبتاع والدنيا حلوه. اتفضل يا باشا، اقعد يا باشا، الجهاز الجديد اتزفر اهو. ايوه في اتنين زباين دخل. الله 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 على الزباين، الله بسم الله بسم الله. يا جدعان انا مش عارف اقفل اللعبه، يا جدعان انا مبسوط باللعبه. ناس بتلعب روبلوكس وناس بتلعب العاب غريبه كده. طب عايزين نزود الالعاب دي يا شباب، تعالوا نشتري لهم كده ايه العاب جديده، لو في ماين كرافت ولا حاجه. في ايه ده؟ ده انترنت مش عارف ايه. ايه ده؟ اوكي مش فاهمه ده بتاع ايه، بس هنعرفه بعدين. ماشي احنا ممكن هنا محل مفتوح، هنا الاوردر، هنا طبعا الحاجات بتاعتنا. اوكي هنا النجوم، اوكي ملهاش لازمه، بس دي تقييم المحل. طيب ايه ده؟ ده كود المحل ده مش عارف، لسه ما نعرفوش. ماشي يعني مفيش العاب يعني. اوكي ده ايه ده؟ ده او ماي جاد، دي تماثيل وحاجات وغرائب وعجائب. اوكي دي التوتوريال. اوكي كده يا شباب انا فهمت كل حاجه تقريبا في اللعبه، خلصنا حاجات كتير من التوتوريال اهوت. تمام يلا حاجه، تعالى حاسبيني. اوكي طبعا يا شباب الواحد بيحاسبهم ب 52 دولار مره واحده كده الحمد لله، يعني كل زبونين ب 100 دولار يعني، ولا اي حاجه يعني، مش فلوس يعني، احنا كده ما بنكسبش فلوس. طب انت يا حاج، انت ممكن اخد من عندك حاجه تنفعني انت ولا ايه؟ مفيش عندك حاجه تنفعني؟
طيب ايه امال ايه اللي ينفعنا يا شباب؟ نفضل نجيب اجهزه من الرخيصه ديت؟ طب تعال نجيب الجهاز الرابع. طب كده يا شباب بقى عندي جهاز رقم 4. طب نايس والله عبده مندو. هات يا باشا حاسب 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 كله حاسب. بقى معايا كام؟ بقى معايا 18000 تاني من رغم عدد الاجهزه زاد بس معايا فلوس. انت عايز افتح لك وقت؟ اوكي انا اسف مش واخد بالي والله حضرتك ان انت موجوده. يلا يا باشا اتفضل يا باشا اقعد يا باشا. الله كده شباب الدنيا بقت فل. ايه سمباتيك وكل حاجه ماشيه طبعا. بيلد بي سي مش عارف ايه دي معلومات شخصيه كده شباب مالناش دعوه. ايه ده واحده وابنها. اول مره اشوف عيل صغير في لعبه يا جدعان. اقعد يلا هنا يلا اقعد العب الجهاز ده يلا استنى يلا شغل لك برنامج اطفال. يلا كده فتحت لهم وقت حلو يا شباب. لعبه قيموالي طبعا يا شباب تحت في الكومنتات وقولوا لي رايكم فيها. الجهاز الجديد هيتزفر اهوت واحد هيجي يقعد عليه طبعا كده يا شباب. انا الدنيا معايا فل سمباتيك بس محتاج اجيب اجهزه تاني ولا انتوا شايفين ايه؟ يعني يا شباب هو بكتر الاجهزه ولا مش عارف انا مش عارف. طبعا يا شباب انا هزيد ليفل كمان دلوقتي بس احنا ممكن بقى ايه نحاول نفهم حاجه تاني في اللعبه. انت بتعمل ايه؟ استنى بس يا اسطى وات ايه المتجر ده بيعمل ايه؟ وريني. ده بيصلح اجهزه. يعني انا ممكن الاجهزه عندي تبوظ. اوكي طب ده متجر ايه ده؟ ده وريني كده طوكيو مش عارف ايه. وريني يا عم انت. الو السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج. عامل ايه يا حاج؟ ايه ده بيقول لي ايه بقى؟ ده الراجل دوت يا شباب بتاع اجهزه امن تقريبا صح كده اللي هو يا شباب او اضاءه. انت بتاع ايه يا عم انت؟ مش فاهم. ما علينا بس هنعرف يعني مسرنا هنعرف. ايه يا جدعان الاستيكر المرسوم ده؟ تعال نشوف اسمي كده مكتوب بره المحل. عبدو مندو. الله الله انت رايح فين عند عبدو مندو؟ جاي منين؟ جاي من عند عبدو مندو. مين عبدو مندو؟ عبدو مندو الكوماندو. الله يا عم مش مشكله يا عم. عايزين يا جدعان بقى نشوف الحاجات دي كلها بقى كده واحده بواحده. انا وصلت ليفل عالي قوي بس سوري وصلت بقى معايا 20000 ولكن يا شباب انا اصلا ما بقتش فاهم حاجه اكتر من كده بصراحه. يعني انا بعترف فاللي فاهم حاجه يشرحها لي تحت في كومنت ومفروض انا اعمل ايه واسوي ايه. ايوه عشان ايه تعلموني كده واحده بواحده. ما ينفعش افتح لك وقت من عندك. ماشي تعالى يا شباب نفتح وقت الواد الصغير اللي هيجي يقرفني ده. عمو 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 يا افتح لي ساعه يا عمو افتح لي ساعه يا عمو افتح لي ساعه يا عمو. بيفضل كنت بصراحه انا اللي كنت بعمل كده وانا صغير. ماشي دلوقتي يا رجاله الدنيا ماشيه فل سمباتيك وداخلين على ليفل 4 اهوت ان شاء الله وهنجيب سكور اعلى من كده وهنفتح اجهزه وحاجات جديده ان شاء الله. ماشي هنا مفيش اي حاجه نعملها تاني غير ان الناس قاعده وبتلعب ومبسوطين وكل حاجه ايه تحت السيطره. وايه المقيل بتاع ديت؟ ايه ده؟ 5 ناقص 3 2 دي اسئله. 5 ناقص 2 3 6 في 5 ب 30 5 في 9 ب 45 3 ناقص 1 2 1 زائد 1 2 6 على الواحد فيها الستة 3 في 6 ب 42 لا هو كاتب 3 في كام؟ 28. انا كسبت 28 مش عارف ايه بس انا مش عارف ايه دي. طب حد يعرف دي بيتعمل بيها ايه؟ اديني اسئله حلها وانا حليت كام سؤال بس والله. بس ماشي كفو عليك يا عبد مندو يعني عملت انجاز اهو الحمد لله. ايه كنت موتوا يا اختي يا حلوه خلاص حسبتي يلا بتاع بار. انتوا ايه الناس دي جديد؟ دي زباين زباين جد زباين والله مش واخد بالي يا جدعان المحل مليان زباين وانا مش واخد بالي. يلا خير الحمد لله خير. يلا داخلين يا شباب على ليفل 5 5 واجي لكم يا شباب لما نوصل لليفل 5 عشان نشوف هنعمل ايه. ايه ده؟ ولا 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 انت هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ الو يا مجنون انت شايل القنبله وداخل بقى المحل. انت يالا مجنون يالا والله ما هحلك. انت كنت عايز تفجر لي المحل؟ مش هحلك انا مش هحلك. موت يا جدعان انا سرحان والله مش واخد بالي. سمعت صوته لقيت حاجه بتعمل شش لقيت واحد داخل يفجر في المحل. يا ابن المجنونه ايه ده؟ انا اتخضيت والله والله خضنا يا جدعان. ايه الراجل ده؟ حول الله يا رب حول الله يا رب. الناس كده بقى بتشيل قنابل كده وتخش. ايه ده؟ الجهاز كهرباء واحد مات. الجهاز الراجل التاني شافه جري. لا الحول يا جدعان اجري بسرعه على الراجل اللي بره ده اللي بيصلح اجهزه الكمبيوتر. انت يا عم انت خد شوف لي الجهاز ده بسرعه. شوفولي شوفولي يلا بسرعه صلحه 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 يلا صلحه بالله عليك. دي فضيحه دي فضيحه. اجي اخده منك بكره؟ اوكي
ماشي ماشي يا سامعين، بيصلح اهو شباب. الحمد لله، ده في ناس جريت ما حسبتش والدنيا باظت. الدنيا باظت، الدنيا باظت بسبب الراجل اللي دخل بالقنبله وانا وصلت ليفل 5. اوه ماي جاد، ايه ده؟ انا ليفل 5 يعني اقدر اشتري الحاجات دي بقى؟ التجميعه الجديده والشاشه ال LED ولا ال LCD والكيسه السوداء والكيبورد الاسود والماوس الاسود وكل حاجه بقت سودا في سودا، وكرسي الحمام رقم 2 والترابيزه النظيفه شويه. هات الكيسه الخربت عندي. شكرا يا عمو، انا كده كده حاسبته عليها. اوكي تعال نرزعها هنا. حلو جدا، حلو خالص. طيب دلوقتي انا كنت محتاجه ايه ده؟ في حاجه هنا ما شغاله، ثواني. التوتوريال ده بيقول لي لو جهاز باص تعمل ايه، والحراميه والمغفلين دول لو دخلوا تنامل معاهم ايه. اوكي هات انت كل حاجه. اوكي هات كده الحاجات بتاعتنا، هنعمل التجميعه الجديده. ماشي يا حاجه، هات يا حاجه فلوس، وانت هات فلوس، يلا بتاكلوا على الله. تعالوا بقى يا شباب نعمل البي سي القوي الجديد، بس ده هنخليه بعيد شويه عن الانظار ولا نحطه معاهم؟ لا خليه، يعني هو مش قوي قوي يا شباب صح كده. انا مش عارف ليه دايما يا شباب بحط الماوس على اليمين، تقريبا يا شباب تعود. ايوه كده بقى، عندي جهاز رقم 5 بس جهاز قوي طبعا يا شباب، جهاز قوي. ايه ده؟ الناس اتغيرت بقى، يجي لي بنات من المدارس. اوكي انتوا كاتبين من المدارس ولا في الجامعه؟ انتوا جايين تعملوا عندي ابحاث ولا انتوا جايين تعملوا ايه بالظبط؟ عايزين وقت. اوكي فتحت لهم كده يا شباب. وبكده يا شباب احنا عن انجازات النهارده، ضربنا حرامي وصلحنا كمبيوتر واشترينا تجميعه من الاقوى وعملنا 5 اجهزه وعملنا فلوس وفهمنا اللعبه كلها. فرب تكون عجبكم. لو انتم عايزيننا نكبر السوبر كافيه دوت ونطلع للدور الثاني ونجيب زباين جديده ونظبط الكلام ونروق الدي ونفجر الجيب، اهم حاجه يا شباب نرزع لايك للمقطع دوت. عاوزينه يوصل على الاقل 10,000 لايك عشان خاطر ايه؟ انزل لكم منها مقاطع تانية. اشوفكم الحلقه الجايه، وسلاموز بالقشطه والموز.